البطاقة اللي مع حضرتك بتفتح مجال لأكلمك فيه باختصار شديد جدا. كان زمان من 20 سنة أو أكتر لما أقول أنا الأستاذ الدكتور ألاقي واحد على الميديا هدية شدية كدية كاتب إيه الغرور ده؟ أي أستاذ جامعة المفروض يبقى صاحب فكر. فأنا أقول الراجل ده بيفكر في إيه؟ أنا ما قلتش حاجة غير البطاقة. يعني حضرتك مش شيخ؟ تبقى أنا مش شيخ، أنا أستاذ دكتور. لا أقارن بيني. ما هو شيخ كمان ليها مقام، يعني ليها مقام إيه؟ روحي كويس. الشيخ ده باختصار وأهم علماء الدين كانوا ملقبين بالشيخ فلان. كويس جدا، مفيش مشكلة خالص. وطلاب الإعدادية عندنا اسمهم شيوخ برضو، وبنقول له أي واحد يا شيخ متى يدرس أو يبلغ من السن عتية وأبونا شيخ كبير يعني عجوز في السن. أكبر منصب في الأزهر الشريف هو شيخ الأزهر. الله يفتح عليكي، وأنا لست شيخا للأزهر ولا شيخ بيقرأ في التراب. يبقى شيخ ليه بقى؟ الشيخ حاجتين، يا شيخ بيقرأ في الميتم وأنا ما بقراش في الميتم، يا شيخ بيقرأ على التراب على الموتى تقبل الله أنا ما بقراش على التراب، يا إما مولانا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر وأنا مش مولانا شيخ الجامع الأزهر. يبقى اسأل علي يا شيخ ليه بقى؟ أنا أخذ دكتوراه وأخذ بعد دكتوراه أستاذية وفي الآخر ما تكرمنيش باللي أنا خدته واللي الدولة قالته أستاذ. طب يعني حضرتك بتقول إنه من أول اللي بيقرأ على التراب لحد شيخ الأزهر، يعني ده اسمه شيخ وده اسمه شيخ. أيوة. اللي في النص إيه؟ اللي في النص بقى حسب كل واحد وحسبه، ميكانيكي، دكتور، مهندس، بزاي أخت الريت أي حاجة بقى. وأستاذ دكتور